في إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيقاً للسياسة العقابية الحديثة، احتفل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الإخوة المسيحيين بقداس عيد القيامة المجيد بدور العبادة المسيحية الموجودة داخلها، التي أنشأتها وزارة الداخلية تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار الحرص على إقامة الشعائر الدينية. تنساب ترانيم عيد القيامة المجيد بين جنبات مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يقام قداس عيد القيامة داخل دور العبادة المسيحية المقامة بهذه المراكز، والتي صممت كمثيلاتها بالخارج لإقامة الشعائر وأحياء المناسبات الدينية. ويأتي إقامة القداس تزامناً مع إقامته بالخارج وسط حضور من رجال الدين المسيحي للاحتفاء مع النزلاء، وفي إطار إعلاء قيم حقوق الإنسان في السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل هذه المراكز، والتي أحدث إنشاؤها نقلة نوعية في المنظومة العقابية في مصر ببرامجها التأهيلية والرعاية المقدمة للنزلاء. طبعاً شكراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكراً لقطاع الحماية المجتمعية على مشاركتهم معنا الأعياد في مواعيدها، فدي لمسة وتدي معايير مهمة جدا للإنسان إن حقوقه متكاملة. الموضوع بيفرق نفسيا مع النزلاء خالص، بيحس إن الدنيا بتبقى أفضل لهم شوية، بيحسوا إن هم موجود أكنهم يعني موجودين مع أسرهم يعني. بنشكر طبعا الدولة على مساعدتها وإسهامها، إنها بتحاول يعني تسعد كل إنسان موجود وكل نزيل موجود هنا في مراكز الإصلاح والتأهيل. وقدم شيوخ الأزهر التهنئة للنزلاء المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وهو تجسيد للنسيج الوطني الواحد الذي تنعم به مصر. نرضع الله عز وجل أن يحفظ مصر حكومة وشعباً مسلمين وإقباط من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وإرجاف المرجفين وخيانة الخائنين، وكل عام وحضراتكم بخير، ونتمنى لكم كل الخير. طبعا ده بيعكس روح المودة والمحبة والألفة بين شركاء الوطن جميعا، يعني أيا كانوا مسلمين أو مسيحيين. يعني فرحة كبيرة بين النزلاء لإقامة القداس بالتزامن مع إقامته بالخارج، ما يشعرهم ببهجة العيد الذي سيطرت أجواؤه على المكان بعد أن تم إعداده وتجهيزه لهذا الاحتفال الذي يسهم في تعزيز القيم الدينية والروحية لدى النزلاء، ويسمو بالفكر والسلوك كأحد أدوات التأهيل تمهيداً لدمجهم في المجتمع. بجد أنا بشكركم جداً على تعبكم معنا النهاردة، أسعدتونا جامد قوي أنا وإخواتي. دي لفتة طيبة وأسعدتنا وغيرت نفوسنا للأفضل كل النزلاء وأسعدت كل الناس الموجودة، وبصراحة شكراً 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 على كل اللي بيحصل. وقام قطاع الحماية المجتمعية بتوزيع كحك العيد على النزلاء، وهو من إنتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. طبعا ان النزلاء المسلمين جم عيدوا علينا بصراحه النهارده، وكانت معايده جميله جدا، وما بتفرقش حاجه خالص على الشارع، زي ما كنا هم بيبدلونا المعايده واحنا بنبدل نفس المعايدات برضه. بنشاركهم فرحتهم ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وشاركناهم كمان في الزينه والديكور اللي معمول في الكنيسه هنا، وحابين كلنا نحتفل مع بعض. دور العباده هي احد المتطلبات الاساسيه داخل مراكز الاصلاح والتاهيل لتقويم سلوكيات النزلاء، وهي بيئه مناسبه لاحياء المناسبات واقامه الشعائر الدينيه كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، والتي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. تحيا مصر. تحيا مصر. كل سنة والمصريين طيبين وبخير، وكل سنة وانتم طيبين. رؤية إصلاحية متكاملة وحديثة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تعتمد على الارتقاء بسلوكيات النزلاء الفكرية والدينية، وتتماشى مع المعايير الإنسانية لحقوق الإنسان، وتعتمد في أحد محاورها على إحياء المناسبات الدينية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.